ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد حسام من قناة الطب، ورجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا يا جماعة، بعد نجاح الحلقة الاولى من عمل اقوى او عمل اقوى خلفية لقناتك على اليوتيوب الجزء الاول، طبعا زي ما وعدتكم ان احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل الجزء الثاني باذن الله، وهوريكم حاجات تانية او اضافات تانية تقدر تضيفها على الغلاف الاحترافي بتاعك. طبعا في رابطين هنحتاجهم، رابط قالب اللي هو بتاع الفوتوشوب، التمبلت اللي هي المقاسات والحاجات دي، ورابط قالب الباورمان. طبعا الرابطين دول هتلاقوهم في الديسكريبشن اسفل الوصف. رابط قالب الباور بوينت، اللي ما عندهوش برنامج الفوتوشوب ممكن يحمله، واللي ما عندهوش استطاع ان هو يحمله يقدر ياخد رابط قالب الباور بوينت. طب هتسألني سؤال، ازاي احمله؟ هقول لكم ببساطة، هتلاقوها في الدائرة البيضاء اللي فوق اللي هي بتلاقيها هنا، او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وعايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 20 لايك عشان دعمكم، او لما بتدوا لايكات كتيرة بفرح وبتلاقيني عندي طاقة ايجابية، لذلك ما تنسوش تعملوا لايك. طبعا هنبدأ على بركة الله. طبعا قبل ما نبدأ عايز اقول له حاجة، بس ان احنا في اطار تعلم برنامج البلندر، وفي الايام القليلة القادمة او في الايام الجاية باذن الله هنبدأ الدورة. طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم ادراج او دولاب، فالدولاب ده انا عملته شخصيا، ولو عايزين كمان اوريه لكم. طبعا في بداية الدورة وباذن الله في نهاية الدورة، دورة البلندر، هتقدر تعمل الحاجات دي وتقدر تعمل المجسمات دي بطريقة سهلة وبسيطة، وتظبط الحاجات اللي هي المكان الكاميرا والرندر والحاجات دي. طبعا ما تشغلش بالك بها دلوقتي، ولكن خلينا نبدأ في الفيديو. طبعا يا جماعة الروابط، تاني بقرر الروابط في الديسكريبشن اسفل الفيديو. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين احنا صممنا خلفية المرة اللي فاتت بالشكل اللي انتم شايفينه، فالنهاردة ان شاء الله، طبعا النهاردة ان شاء الله هنحطه في قالب الباربت. طبعا ده تصميم اقوى غلاف احترافي، ده اللي هو قالب الباربت. هيفتح، استنى يفتح، و وزي ما انتم شايفين فتح اهو القالب الشكل. طبعا زي ما انتم شايفين المقاسات اللي هي بالبوصة، ولو فتحتوا الصفحة التانية هتلاقوها بالسنتيمتر، او المقاس بالسنتيمتر، يعني ده بالبوصة. انا معلش يا جماعة، المقاس بالسنتيمتر ده مفروض سنتيمتر، وهنا البوصة. طبعا لو البرنامج او الباور بوينت بتاعك بيشتغل في البوصة فهتدخل الحجم ده، لو بيشتغل بالسنتيمتر فهتدخل الشكل ده. طبعا يا جماعة دي الخلفية النهائية، طبعا انت تقدر تزود عليها. طبعا انا زودت عليها كتير. لو مثلا دخلنا ملف، عملنا ملف وقلنا عرض تقديمي فارغ، طبعا يا جماعة هنعمل شيفت ديليت، فهيبقى بالشكل ده. طبعا لو جبت التمبلت هتلاقيه صغير خالص، فهنعمل ايه؟ هناخد الحجم، لو انت عندك، انا عندي هنا بالبوصة او الانش، انا عندي بالسنتيمتر 15 × 26.5 و 26 × 563. طبعا هنحطها ازاي؟ هحط المقاسات، فهندوس تصميم وحجم الشريحة وتخصيص حجم الشريحة، هنحط كل المقاسات هنا. هنا مثلا قلنا 15، نمسح دولة 15 بوصة، وهنا 26 ونص، 63. وطبعا يا جماعة اتجاه الشرائح لازم يكون افقي، طبعا التبديل، معلش بدل، فهندوس موافق وهندوس اتأكد من المحتوى. طبعا زي ما انتم شايفين كبرها. هنتأكد ازاي؟ هنقوم جايبين الشكل اللي انتم شايفينه ده وهندوس نسخ وهندوس بس. طبعا هيظهر بالشكل ده، لو عملناه بالشكل اللي فات او بالحجم اللي فات فمش هتلاقيه جاي. طبعا ده الشكل بتاع اللغة. هنعمل ايه؟
هنقوم يا جماعة عاملين إدراج صورة هذا الجهاز، وطبعا هتشوفوا المكان الصورة اللي انتوا لقيتوه اللي انتوا عملتوها في برنامج البلندر. طبعا انا كان معايا الصورة دي، طبعا انا مش هحتاجها او مش هحطها هنا. ليه؟ لان لو فردتها فهتلاقيها شكلها كده ومش هيبقى شكلها كويس، فزي ما انتوا شايفين شكلها كده. ولكن انا هعمل زيها، هنعمل ايه؟ تكبير كده. طبعا يا جماعه انا هصغرها، طبعا يا جماعه هنعمل ايه؟ هندوس ازاله الخلفيه، طبعا هيكون بالشكل ده. طبعا هدوس على وضع علامه المناطق اللي واجب ازالتها، هشيل الحتت دي وهاخد الشجره، الشكل الشجره. وهنا كمان انا مش عايز المربعات دي، طبعا هتشيلها لحد ما تظبطها. طبعا لسه ما خلصتش، فهعمل ازاله لكله وهرجع لكم. طبعا اهو شلت بقى شكل الشجره بس هو اللي موجود، وادوس الاحتفاظ بالتغييرات. ماشي، طبعا يا جماعه هتقوم اخدين شكل الشجره وهتدوس ادراج وتقوم عاملها تاني هذا الجهاز، وتقوم مختار الصوره بتاعتك. طب انا هحتاجها في ايه الصوره دي؟ هدوس ادراج وشكل من اشكال وادوس مربع، هدوس مربع على الشكل ده زي ما انتم شايفين، وهختار اللون، هدوس كده تعبئه الشكل، هدوس قطاره واللون ده، وادوس بدون اطار. لو عملناها احضار الى الخلفيه، فطبعا احنا هنشيل الشكل الاحمر ده مش محتاجينه، فزي ما انتم شايفين هيكون بالشكل ده. لازم تعملوا تحت عشان تشوفوا المقاس بتاعكم. طبعا هتصغرها وتضيف بقى التعديلات، تحط طبعا انا هكبرها شويه، تحط اسم القناة واسم صاحب القناة والحاجات اللي انتوا شايفينها. طبعا انا ظهر او لما عملت ايديت او شكل فظهر لي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بعد التعديل حطيت اشترك الان، وحطيت اللوجوهات بتاعت القناة والسبسكرايبر واللي هو اللوجوهات او لوجو الفيسبوك والتويتر والانستجرام واليوتيوب. طب انا الاقيهم فين؟ هتنزلوا على الصفحة الرابعة اللي هي تحت، هتلاقوا بالشكل ده. طبعا فيها جميع اللوجوهات اللي انتم محتاجينها، اللي هو الفيسبوك وامازون وتويتر وانستجرام ويوتيوب وجوجل بلس وان ويندوز وسكايب واي بي، طبعا في كذا كتير. طبعا طبعا يا جماعه ده الشكل النهائي. طب انا هعمل ايه؟ هدوس ملف وحفظ باسم واستعراض، وتختار المكان بس يا جماعه ما تنسوش تحفظوها جي بي جي، بصيغه جي بي جي اللي هي صيغه الصور. طبعا انا هحفظها قبل كده، وبعدين هتيجي هنا وهنا على الصوره. ده طبعا اللي ما عندهوش الفوتوشوب يا جماعه، هدوس اختيار صوره من الجهاز الكمبيوتر وتختار اللي انت عامله. طبعا هي هدوس الصوره دي مثلا، انا حفظتها. فزي ما انتم شايفين ظهر بالشكل ده. طب انا عايز التمبلت بتاع الفوتوشوب، فهتعمل ايه؟ طبعا برضو الرابط سايبه لك، رابط قالب الفوتوشوب، فهنقوم داخلين هنا وطبعا هتحمله هتشان الارض. طبعا يا جماعة انتوا مفروض اول حاجة عشان بس يبقى عارفين، هتاخدوا الرابط لقوه في الديسكريبشن كوبي، وتقوموا حاطينه هنا، دوسوا بيست وهيحمل، وهتدوسوا كليك هير اف يو كونكت سبميت ذا بوتون. استنى شويه وهتدوسوا سبميت، ما سيبوكم من انك روبوت وكده، وبعديها هتستنى عبال ما يحمل.
طبعا تستنوا 3 ثواني وتشيلوا الاعلانات اللي هتظهر، هي هتبقى اعلانات كتيرة رخمة يعني. فهدوسوا جيت لينك، هتدوسوا كل دي اعلانات، وحد يدوس عليه ان ممكن تدخل لك فيروس في الجهاز. طبعا ده اللي هو بتاع اليوتيوب، انشاء صورة قناة او تعديلها. طبعا هتنزل تحت وهتدوس نموذج عن صورة القناة، وطبعا هتظهر لك اهو النموذج بتاع اللي تاو، تدوس شانل ارت تمبلتس فيظهر لكم، وهتلاقيه حمل ظهر عندكم في التحميل. طبعا اول لما تفتحوه، هتفتحوه طبعا ده شكل الايه الفوتوشوب، طبعا هنكبرها او طبعا خلاص انت محملها ماشي بس. وبعدين هتبدأ تزود الحاجات اللي انت عايزها فبالشكل ده. طبعا انا مش محتاج دي، طبعا هتكون بالشكل ده. طبعا هتبدأ انت تعمل فايل واوبن، او يا جماعة طبعا لو انت عملت الخلفية وخلصتها فتقدر تحطها هنا كده بالطريقة دي، فهنعمل كده وهنحطها هنا كده، نسحبها ونحطينها هنا. هنبدأ نختارها، طبعا نصغرها بتدوس شيفت عشان تحدد كل الاوجه طبعا بالشكل ده. وتقدر انت تعملها من خلال الفوتوشوب عادي، يا اما تعمل كده وتدوس ريموف يس، وبعدين تقوم جايب صوره تقوم حاططها هنا كده، وتحدد اللون، اللون بتاعها مثلا انا عايزه اوكي مثلا احمر، فانت براحتك تقدر تزود اللي انت عايزه. طبعا بعد ما تعمل تخلص فدوس فايل واكسبورت وكويك اكسبورت از بي ان جي، فتحدد المكان اللي انت عايزه. طبعا انا هطفيه خلاص انا كده حفظته. وبعدين لو رحنا شفناها فهتلاقيها طبعا تشانل ارت تمبلت فوتوشوب، فهتلاقيها اتحفظت. زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه. طب انا عايز انزلها على اليوتيوب، فهفتح، هتفتح قناتك وهتروح على الجنب هتلاقي الدايره بتاعت الكاميرا، هتدوس عليها وتدوس اختيار صوره من جهاز الكمبيوتر، وهتستنى هتلاقيه ظهر لك، فهتدوس اللي هي مثلا القالب بتاع الفوتوشوب وتدوس اوبن. طبعا ده لكل يعني ده لكل اللي عندهم باوربوينت وعندهم الفوتوشوب للاثنين يعني. هبدا اجرب التحميل وهيبقى بالشكل ده في التليفون او الجوال، فهتلاقيها بالشكل ده في التلفزيون الشكل الكبير اللي انت شايفه، في سطح المكتب فهتلاقيها بالشكل ده. طبعا عايز احسن تحسين تلقائي براحتك، الامر يرجع لك. طبعا اعمل تحسين تلقائي، وبعدين لو عايز اضبط اقتصاص الصورة اصغرها اكبرها فبراحتك. طبعا معاينة الاجهزة، طبعا لا انا عايز ارجعها تاني. وهدوس معاينة الاجهزة وبالشكل ده، فهدوس تحديد وهيقول لك جرب الحفظ وتنتظر ثانية ثانيتين، فهتلاقيها ظهر بالشكل ده. ده شكل الخلفية، طبعا شكلها روعة جدا. طبعا ده كل حساباتي، طبعا ما تنسوش تعملوا اعجاب على صفحتنا على الفيسبوك والتويتر والانستجرام والمواقع التانية اللي هي اليونا والتويتش. طبعا اليونا والتويتش ما بنزلش عليهم حاجة عشان تبقوا عارفين. وبكده يكون الفيديو انتهى. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وطبعا يا جماعة اللي ما عندوش برنامج او مش محمل برنامج الفوتوشوب وعايز يحمله ويستخدم الطريقة التانية مش برنامج الباوربوينت، هتلاقوه
في العلامة البيضة فوق وفي أسفل في الوسط. طبعا ده الحاجة، طبعا هتلاقوا هتفتحوا الفيديو وهتدخلوا على الرابط. طبعا اتفرجوا على الفيديو لو عايزين براحتكم، هتلاقوا فيه كل الشرح وكل الأسئلة اللي انتوا عايزينها. وبكده يكون الفيديو انتهى. كان معكم محمد حسام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.